الريحة هذه الذكرى أيضا هي صنعت بصمة تركت وجودها في سجل التاريخ الجزائري، لأن الجزائريين دحضوا كل الأقاويل تاع الاستعمار وإدارة الإدارة الفرنسية أن قيادة الثورة معزولة وأن الشعب ليس له صلة بتلك القيادة. من خلال إضراب 8 أيام ومن خلال الكثير من الأعمال تبين لهم بكل وضوح أن كل الجزائريين كانوا ملتفين بالقضية الوطنية. ولذلك لابد أن نتذكر فضل الرجال على الجزائر، ومن أولئك الذين كان لهم الفضل بالنسبة للأمة الجزائرية هم التجار والحرفيين الذين اليوم نحن نقف معهم حتى نحيي هذه الذكرى، وذلك للعبر، وحتى نجسد الشعار الذي وسمتموه بالنسبة لهذا اللقاء، وهو المجد والخلود لشهداء الأبرار. بهذه المناسبة التاريخية المجيدة رفعنا نداء إلى السيد رئيس الجمهورية أنه يعني كل أطياف المجتمع الجزائري لها عيد وطني، فللطلبة عيد وللفلاح عيد وللمعلم عيد. ندعو السيد رئيس الجمهورية أن يرسم 28 من شهر جانفي كعيد وطني للتاجر، لما أثبته التجار من تضحيات جسام في سبيل إنجاح هذا الإضراب التاريخي الذي ساهم في نجاح الثورة التحريرية المجيدة بشكل كبير.